أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية لعموم مناطق المملكة خلال هذه الليلة وخلال اليوم غد بإذن الله. نهار اليوم سادت أجواء باردة نسبيا ومستقرة في عموم المناطق، درجة الحرارة كانت أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. نذهب الآن ويكمل تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء رطبة، فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف 10 درجات مئوية فقط كحرارة دنيا الملموسة 8 درجات، الرطوبة مرتفعة حوالي 92%، أما الرياح تكون شرقية خفيفة السرعة. نذهب الآن لتوقعات الجوية اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تبدأ المملكة تتعرض لرياح شرقية إلى جنوبية شرقية مجددا، تزيد هذه الرياح الشرقية الإحساس بالبرودة في عموم المناطق. إربد تسجل 19 إلى 9، المفرق 17 إلى 8، جرش 18 إلى 9، وعجلون 16 إلى 9 درجات مئوية. ننتقل الآن للمنطقة الوسطى، أيضا تتعرض لرياح شرقية نشطة السرعة، الزرقاء 8 إلى 7، البلقاء 17 إلى 11، عمان 15 إلى 8، مأدبة 17 إلى 6، والبحر الميت 23 إلى 15. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية، أيضا تتأثر بهذه الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية التي تزيد من الإحساس بالبرودة كما ذكرنا. الكرك 14 إلى 7، الطفيلة 15 إلى 8، الشوبك 14 إلى 6، معان 15 إلى 3، والعقبة الصافي 23 إلى 13. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، الأزرق 18 إلى 6 مع رياح شرقية نشطة، نفس الشيء في الصفاوي مع 18 إلى 5 درجات، ورويشت 18 إلى 6 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.